انتخابات المجالس الطلابية لكليات جامعة حضرموت، والتي وصفها الكثيرون بأنها بمثابة عرس ديمقراطي شبابي، تميزت هذه المرة بزخم دعائي وإعلامي كبير، تمثل بالحملات الدعائية الانتخابية الواسعة التي أطلقها المتنافسون. الترشح من قبل أفراد ينتمون إلى مرجعيات ثقافية ومرجعيات إيديولوجية مختلفة ومشارب فكرية مختلفة، ما يظهر التنافس الشريف في أوساط الطلاب، وبما يوحي بالحياة الحضارية التي تميزت به جامعة حضرموت عن الجامعات الأخرى. الانتخابات الطلابية هذه المرة شملت كافة كليات الجامعة في محافظات حضرموت والمهرة وإرخبيل سقطرة، حيث تنافس نحو 280 طالبا وطالبة على الفوز ب 120 مقعدا، هي قوام مقاعد الجمعية العمومية للاتحاد الطلابي. طبعا الانتخابات جرى الترتيب لها منذ عدة أسابيع منذ بدء الدراسة العام الحالي على أن تكون في يوم واحد. كانت في العام في الدورة السابقة أقيمت كل يوم في كلية واحدة. العام هذا للدورة هذا عملناها في يوم انتخابي على مستوى جامعة حضرموت في الساحل الوادي والمهرة وسقطرة. ويواجه المجلس الطلابي الذي ستفرزه هذه الانتخابات الكثير من التحديات والصعوبات التي تهدد انتظام سير العملية الدراسية في الجامعة. هناك بعض التحديات التي سيواجهها الاتحاد، وهو فرض حقوق الطلاب، لأنه كما تعرفون إن 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 جامعة حضرموت تعاني من كثير من المشاكل، منها ضعف الكادر التعليمي وهجران بعض الدكاترة إلى أرض المهجر بسبب الأوضاع السياسية التي تعاني منها البلاد. ورغم الأزمات التي تعيشها اليمن عامة وحضرموت خاصة وحالة التشكيك بنجاح هذه الفعالية، إلا أن أبناؤها أثبتوا اليوم للجميع أن لا شيء سيقف في طريقهم متى جد منهم العزم. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، جامعة حضرموت، المكلا.